أعزائي المشاهدين متابعي يزن وسارة ويامن، هذا الفيديو هو تكملة للفيديو السابق، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. مرحبا، شلونكم يزن وسارة ويامن وعمو أبي يزن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هلا والله حبيبي. يا سجاد بخير. بخير. أرحب يا سجاد. يزن، لو خيروك تنزع الشارع وتقول أنا ملك اليوتيوب أو تكب على حالك مي بارد؟ أنا رح أختار أكب على حالي مي بارد، لاني عنا الدنيا شو يلا خليكم معي. يلا اخواتي، هاي صوت المي باردة، احكي على حالي. سارة، لو خيروكي تاكلي ليمونة مع ملح او بندورة مع سكر؟ انا بختار اكل ليمونة مع ملح. وهدول جاهزين، هاي الليمونة وهاي الملح. يامن، لو خيروك تشرب حليب او تاكل بسكوتة؟ ادونا تاكل بسكوتة؟ بسكوت. اوكي، اعطونا بسكوتة. اعطونا بسكوتة ليامن. هاي شو؟ هاي بسكوتة. هاي بسكوتة يا شباب. هاي وحدة يلا عشان ما نطول عليكم، كلها على السريع. وبس تخلص بعطيك البسكوتة كلها. صحة وهنا يا شوي 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 شوي. هلا الخيار لإلي أنا. عمو أبي يزن، لو خيروك تتحكم بيزن وسارة لمدة 12 ساعة أو تعمل ضغط 50 مرة؟ تحياتي لكم يا حبايب قلبي سجاد من العراق. حبيبي سجاد. سجاد سجاد، أنا ضغط ما رح أعمل لأنه يعني تعبان، بس رح أتحكم لك بيزن وسارة 12 ساعة متواصلة. أصدقائي، أنا هذا الخيار اخترته، انتظروا الفيديو القادم، تحكم بيزن وسارة. اوكي ماشي يا سجاد ماشي. السلام عليكم، مساء الخير، كيفكم يا احلى يوتيوبر في الكون؟ كيفك عمو ابي يزن؟ كيفك يا الزونه؟ هلا والله راسي. لو خيروك يا يزن تشرب 3 بيضات نيه او تضرب ساره 20 فلقه على رجله بالقشاط وعلى وجهها 10 كفوف؟ انا رح اختار اضرب ساره 20 فلقه على رجليها وعشر كفوف. طيب هذا هو القشاط. يلا فاجيك يا مجاورة. فاي و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 هلا الخيار يلا سارة. كيفك سارة؟ الحمد لله أنا منيحة. لو خيروك يا سارة تاكلي ليمونتين بقشر مع شطة وملح أو تخلي يزن يتحكم فيك لمدة يوم كامل، وتصورونا كيف راح يتحكم فيك لمدة يوم كامل 24 ساعة، شو تختاري؟ أنا بختار خلي يزن يتحكم فيني 24 ساعة. يس. بس مو بهذا الفيديو، غير فيديو. بغير فيديو. هلا بعد هذا الفيديو بده ينزل فيديو بابا راح يتحكم فينا أنا وسارة. بعده أنا راح أتحكم بسارة. اوكي، لعيونكم نحن نتحكم بعضنا، احلى تحكم يا زيون. كيفك يا مونة؟ نادس. هو بخير. انت بخير؟ لو خيروك يا يامن تشرب مي وملح او تاكل بنجانة وحدة وبس. بحبكم يا احلى يوتيوبر، وبتمنى تطلعوا تعليقي لانه ولا مرة طلعتوا تعليقي. بحبكم. يلا يا ايش بتختار؟ بدك بنجانة. تاكل بتنجانة؟ بده ياكل بتنجانة. وهي هي الباذنجان. تفضل يا يامن قول. يلا طلع. يلا نعم بده خليه كيفه. عطنا. لا ماكي ماكي اكتر اكتر اكبر اكبر من ما طيبين ما طيبين. اخيرا التعليقات مفتوحة. طبعا يا صديقي التعليقات مفتوحة بقناة يزن وسارة، يعني مو على طول حسب الفيديو. هلا هذا الفيديو اللي خيروك عم صوره حاليا التعليقات رح تكون مسكرة، انا بعرف لانه محتوى اطفال. بس الفيديو اللي انا بكون موجود فيه وقت انا بطلع، يعني بطلع شخص كبير،
التعليقات تفتح ان شاء الله. تفتح. فحسب حسب الفيديو، في منه مفتوحات تعليقات، في منه مسكرات. فانتوا كلا الفيديوهات المفتوح تعليقاتها حطوا فيها خيارات بدكم اياها. يلا هلا اول شيء، اول سلام عليكم، ربي يحفظكم. هلا والله. هلا تسلم. هلا الخيار يزن، يزن لو خيروك تاكل ليمونه لو بصل. ليمونه لو بصل، انا رح اختار اكل ليمونه. ليمون. اخواتي هي الليمونه، يا رب رح اكل. طيب يا حمام ادريني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلينا الا الصحه وهنا. ليمون مفيد، مفيد للصحه. سارة لو خيروكي تاكلي شوكولاتة لو موزة؟ أنا بختار أكل شوكولاتة. 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 هاي الشوكولاتة. يلا افتحي. لا صحة وانا. لا على قلبك. يعني. صحة وانا يا سارة، صحة وانا يا يامي. هذا الخيار ليامن. يمونة. لو خيروك تاكل موزة لو تفاحة. تحياتي لكم من كردستان العراق، على راسي اهل العراق من كردستان العراق. شو بتختار يامن، موزة ولا تفاحة؟ موز. موز. موزة. اعطيه موزة ليازن، يازن اعطيه موزة ليامن. احلى موزة ليامن. يامن بيحب الموز كثير. كثير يامن بيحب الموز. وتفضل يا يامن هي الموزة. قولوا له صحتين. صحتين. خذي كده كلي منها. كفو كفو يا مونة. كفو. كلا بابا كلا. يلا أخير. يلا بنكمل. كمل. السلام عليكم، كيفكم يزن وسارة ويامن وعمو أبي يزن؟ إن شاء الله توصلوا للمية ألف مشترك، نحن راح نساعدكم بتوصيل قناة يزن وسارة للمية ألف مشترك. تحياتي لكم عمو أبي يزن ويزن وسارة ويامن للمتابعين. عراسي والله، تحياتي لإلك. تحياته. أتمنى طلع تعليقي ولا مرة طلع تعليقي. تكرم يا عادل. طلع تعليقي. كيفك يزن وكيفك سارة ويامن وعمو أبي يزن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. حبيت أكتبها لكم لو خيروك. الحمد لله نحن بخير. عراسي والله يا عادل. يزن لو خيروك تقول للمتابعين وصلوا لي 100,000 مشترك أو تتصل بأبو رعد وتقول له أنت ما تدعمنا؟ أنا بختار اطلب من متابعيني هلا اللي انت عم تشوفوني اتوصلوني لل 100,000 متابع. وبالنسبه لابو رعد تحياتي له، هو اخوي وحبيبي كمان، هو ما بيقصر معنا. عراسي تحياتي له. ساره لو خيروكي تقولي للمتابعين امتى راح توصلونا لل 100,000 مشترك او تقولي للمتابعين انا ما بحبكم؟ متابعكم من ادلب ابن سراقب. اتمنى تطلع تعليقي ولا مره طلع تعليقي. لعيونك هاي طلع تعليقك يا عادل. شو تختار يا ساره؟ لا يا متابعين، انا كتير كتير بحبكم، انتو هون جوات قلبي. ايه انا بختار يعني قلكم ليش ما عم توصلونا لل 100,000 مشترك. يا جماعة وصلونا لل 100,000 مشترك، شدونا الهمة يا جماعة. يلا اخواتي شدوا الهمة، كل واحد ما متابعنا ينزل لتحت كلياتها كبسة زر، اكبسوا الزر. هتزفيه بصندوق الوصف قناة بابا الكل يروح يشترك فيها ويعني يحط لها لايك. هلا بابا انا وصلت 100,000 وخدت الدرع الحمد لله، بس انتوا بدي اياكم انتوا توصلوا 100,000. نحن ان شاء الله. يا اصدقائي مثل ما شايفين هذا الزر على الزاوية، في زر هلا بطلع لكم زر احمر شايفينه؟ هذا الزر الاحمر بس تمسوا عليه هيك بتشتركوا، لانه في اطفال صغيرة، في اطفال صغار ما بيعرفوا يشتركوا. بس تمسوا على الزر الاحمر شفتوه انتوا هلا؟ تمسوا زر؟ تشتركوا وفي هذا اللايك جنبه بتشتركوا عليه، تحطوا عليه لايك. حطوا اللايك. لهون بيكون خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم يا رب. ان شاء الله يا رب. ونرجع نقول لكم قناة بابا موجود تحت صندوق الوصف، اللي بيحب يكتبنا خيارات يروح على قناة البابا. تحياتي للجميع، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، تعملوا اللايك. هندن وين؟ قلبنا. وين كمان؟ قلبنا. عيوننا. عيوننا. يلا باي. على راسنا. باي. يا دادو قولوا الباي. يلا دادو. دادو نايم كان. يا والله كان نايم. فيقوم دادو. دادو في منه. خلصنا خلصنا. لا قوم خلصنا دادو. دادو يلا فوق. يلا قلن باي. باي. متابعين يزن وسارة ويامن، نتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك. شكرا لكم.